المتحدث باسم رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأمريكية يقول إنه لم يطرأ أي تغيير على خطة الانسحاب من سوريا، وأنهم يواصلون التخطيط العسكري المفصل مع تركيا لمعالجة مخاوفها الأمنية على طول الحدود. قصف بالهوان من مواقع النظام في قرية العزيزية يستهدف قريتي لحويز وجسر بيت الراس ومحيط قريتي لتوينة والشريعة في سهل الغابري في حما الغربي. جرحى جراء قصف بصواريخ محملة بقنابل عنقودية من قبل قوات النظام على مدينة معارة النعمان في ريف إدلب الجنوبي. قصف مدفعي من قوات النظام يستهدف مدينة خان شيخون وبلدة التماني عابري في إدلب الجنوبي. نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يقول إن المشاورات مع نظام الأسد والأطراف الفاعلة بما فيها أنقرة ما تزال جارية بخصوص شمال سوريا على المستوى السياسي والعسكري والأمني. قوات سوريا الديمقراطية تعلن استئناف هجومها على مواقع تنظيم الدولة في آخر معاقله بمزارع بلدة الباغوث شرقية دير الزور.